إطار النشاطات التي تنظمها مديرية البيئة رفقة مديرية التربية، يشارك النادي الأخضر لمتوسطة شهيد خروفي بحوص بالأبيض سيد الشيخ بهذا المنتجع المدرسي أو بنشاط بيئي يتضمن منتجع مدرسي كمتنفس التلاميذ، يتضمن كذلك رسكلة وتدوير المهملات، حملة تشجير، استصلاح مناطق لم تكن تستغل بل كانت عبارة عن رمي للمهملات والنفايات، حيث أصبح كما تشاهدون متنفس التلاميذ أثناء الفراغ والنشاطات اللاصفية. تحتضن المؤسسة الاحتفالات الرسمية لمديرية التربية بمناسبة 19 ماي المخلدة لأيام الذاكرة الوطنية بعيد الطالب باحتفال رسمي يوم الخميس بإذن الله، يتضمن معارض فنية تاريخية، أعمال تلاميذ، مشاريع لأساتذة، إضافة إلى تكريمات لأعلام وإنجازات وتلاميذ متفوقون بإذن الله.